هي التربية نظم العشرات من الأساتذة المتعاقدين والراسبين مؤخرا في مسابقة التربية وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بولاية وهران، مطالبين الوزير الأول بالتدخل السريع لإعادة إدماجهم في مقاعد التعليم. المزيد مع ياسين حسين. أمام مقر مديرية التربية لولاية وهران، نظم العشرات من الأساتذة المتعاقدين والراسبين مؤخرا في مسابقة التربية وقفة احتجاجية تنديدا على قرار حالتهم على البطالة وعدم تجسيد الوعود المقدمة من طرف الوزير الأول. نظمنا وقفة اليوم للتنديد بوعود الوزير التي لم يتم الإيفاء بها والتي صرح بها في 16 أفريل في ولاية قسنطينة. نحن من ولاية مستغانم، لم تفتح لنا أبواب المسابقة لا في سلك المتوسط ولا في سلك الثانوي، وعدد المناصب يفوق 200 منصب. مطالب هؤلاء الأساتذة وجهت للوزير الأول والمتمثلة في ضرورة العودة إلى مقاعد التعليم مع التجديد الآلي للعقود وفتح مسابقة داخلية. نطالب الوزير الأول بتنفيذ الوعود ونوصل له رسالة أيضا أن الوقفات مازالت مستمرة عبر جميع ولايات الوطن انطلاقا من ولاية قسنطينة إلى ولاية وهران، والأسبوع القادم إن شاء الله ستتواصل أيضا. إبان كوني نسي وضع ميساج دم قران البرومي مينيستر إلى قاعد يفلح سينون كوني جميعا نسمح ذي لحقنا لحقنا إلى قاثناوي يبرومي أغد إلى نحن الأساتذة المتعاقدين نطالب بتنفيذ وعود السيد الوزير الأول عبد المالك سلال والمتمثلة في تجديد العقود لجميع الأساتذة المتعاقدين. في انتظار القرارات التي ستطرحها الوزارة الوصية، تبقى مطالب الأساتذة معلقة إلى إشعار آخر.